نظمت ستارت أب بحرين المنصة الرائدة للشركات الناشئة في مملكة البحرين مؤخرا النسخة 7 من سلسلة جولات ستارت أب بحرين بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة وأيضا بالتعاون مع صندوق العمل تمكين ومجلس التنمية الاقتصادية وبنك البحريني للتنمية. وخلال الجولة عرضت 4 شركات ناشئة بحرينية مشاريع متميزة تنتمي لمختلف القطاعات الاقتصادية أمام لجنة التحكيم والتي ضمت عددا من الحكام المحليين والإقليميين. من المبادرات البارزة والمساهمة التي تدعم نمو المشاريع الناشئة وتعزز من الأفكار الريادية، تواصل ستارت أب بحرين جولاتها لتصل إلى الجولة 7 في منافسة 4 شركات ناشئة محلية قدمت كل منها عرضاً شاملاً لمشاريعهم التي تضم صناعات حيوية لمختلف القطاعات الاقتصادية، مع تقديمهم حلول مبتكرة لكسب ثقة لجنة التحكيم وللحصول على التمويل من المستثمرين. تمكين كشريك استراتيجي لهذه الفعالية، نعتبر هذه منصة مهمة لتحفيز الشباب لإبراز إبداعاتهم وشركاتهم، ومن المهم أن احنا نواصل دعمنا لهذه المنصات لتحفيز الجيل القادم من الشباب البحريني أن يطورون من أفكارهم لتصبح مشاريع تجارية في المستقبل. طبعا المشاريع عجيبة ما شاء الله، عندنا كان 4 مشاريع متنوعة في صناعات مختلفة، كان عندنا صناعة، عندنا أزياء اللي هو مال الساعات، عندنا شيء تكنولوجي، وعندنا شيء سياحة وانترتينمنت، واخترنا واتفقنا وتناقشنا شنو أكثر شركة من الشركات لها بوتنشل لما تفوز بهالجائزة بيكون لها تأثير على السوق البحريني، واخترنا بناء على هذا الأساس. ومن ضمن الشركات الناشئة المشاركة حصل مشروع كشتة تورز على المركز الأول، وهو منصة تقوم بتصميم وتنظيم برامج ورحلات ترفيهية جديدة ومبتكرة تروج للسياحة البحرينية. شنو كشتة؟ كشتة هي تي الأولية، تكنولوجيا نوفر بوكينج سيستم بيمنت أونلاين حق أي واحد يبي يحجز رحلات ترفيهية، ممكن يدش الويب سايت ويحجز من خلاله. والتي الثانية نحن نوفر تور جايد حق الرحلات هذه. بمناسبة الفوز، هذه الفوز كشتة هو دليل ان البحرين فيها فرصة سياحية، هو مو فوز حق الشركة، فوز حق المشروع. البحرين ممكن تكون من ضمن الخريطة السياحية، اي واحد يبي يستانس في الخليج او في الوطن العربي ممكن البحرين تكون من ضمن الخريطة السياحية هذه. واحنا في البحرين يعني من نعم الله علينا ان عندنا شركات ومؤسسات مثل تمكين اللي تدعم المؤسسات الصغيره والمتوسطه. جولات ستارت اب بحرين تضع على راس اولوياتها دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز رياده الاعمال من حيث رفد السوق البحريني بمشاريع وشركات محليه رائده تقدم صناعات ومشاريع نوعيه وتخلق فرصا استثماريه لكل من يبحث عن توسيعة اعماله محليا واقليميا. إيمان شرف لمركز الاخبار تلفزيون البحرين.